سمي الرسول وكنيه. قال الإمام الجواد عليه السلام: ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل.